السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نتعامل في اللاندسكيب مع برنامج اليوميون؟ هاجي هنا اقول له انا عايز اللاندسكيب، وتختار مثلا هنا الهاي. هتقدر تعمل رايس، تمام، يعني بتزود الارتفاع. خلينا نبعد شوية وندوس على كيو عشان نبقى موجودين فوق. تقدر من هنا تغير البراش سايز بحيث تبقى صغيرة بالشكل دوت، او تكبرها بحيث تعمل المنطقة كلها مرة واحدة، تمام. تقدر هنا تغير السرعة بتاعت الفرشة بالشكل دوت، فتلاقي فيها نعومة شوية تاخد وقتها اهي بالشكل دوت. او ممكن تعمل لور، تعمل انخفاض في اللاندسكيب بالشكل دوت، او هنا فلاتن تبدأ تساوي الارضية كلها. لو غيرت البرش سايز هتلاقي ان هو هيبدأ يعمل تساوي ويخليهم كلهم في نفس الارتفاع، او جتر بالشكل دوت. وهنا بيعمل اسموس للعناصر زي ما تشايف. هنا بعمل فلات اللاندسكيب ماب. هنا ممكن تعمل لود لاندسكيب ماب، ممكن انت تسيف اصلا اللاندسكيب اللي انت عاملها، يعني اي تعديلات انت تعملها هنا تقدر تسيفها في ملف اسمه دي دي اس، وبعد كده في اي مكان مش لازم في اللوحه دي، في اي لوحه تانية تقدر تحملها تاني لو انت حابب. طيب خلينا اقول له ان انا عايز اعمل لور، تمام اهيت. زود السرعة شوية، بدأ يحفر في المكان دوت. طيب ممكن بعد كده اقول له انا عايز اضيف ووتر، فبيقول لي ابدأ بقى اضيف ووتر. فانا بضيف الووتر بالشكل دوت. تقدر تعمل لها اب وداون زي ما انت عايز، تقدر تعمل لها هموف بالشكل دوت اهو. تقدر تخلي الماية تطلع. فكده انت عملنا بحيرة بسهولة. ممكن تيجي هنا تختار نوع المية، ممكن تخلي المية زي كأنها ايس جليد، ممكن تخليها زي محيط، ممكن تختارها بالشكل دوت او دوت حسب نوع المية اللي انت عايزها. وفي اي وقت ممكن تخلي المية تطلع بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له انا عايز اضيف بقى محيط للمكان، فيبدأ يغرق لك المكان. تقدر تقول له اون واوف، لان بيهلك الجهاز، فهو بيقول لك اتحكم فيها ان انت كل شويه تقفلها وتفتحها. تقدر تحرك حركه الميه بالشكل دوت. لا في امواج كترت. الاتجاه الميه زي ما انت شايف شويه بتمشي كده دلوقتي، ممكن تغيرها الاتجاه بتاع الميه زي ما انت عايز. سرعه الرياح، طبعا الرياح هتمشي الميه معاها كده، مفيش رياح خالص. الهاي بتاعك قد ايه؟ بالشكل دوت. الكلر تقدر تختار اللون اللي انت عايزه، وعندك لونين تقدر تختار منهم بالشكل دوت. طبعا المايه المفروض ازرق، في شويه تحرك تبقى اخضر وهكذا يعني. فتقدر تتحكم في شكل المايه. هنا البنت، خلينا نرجع تاني للمحيط ونطفيه. هنا بنت، لو انت بقى عايز تدي مثلا، احنا عندنا هنا كله باللون الاخضر حشيش، ممكن تقول لا ده انا عايزها مثلا اديها طبقة بالشكل دوت. طبعا عندك هنا التايل سايز، عندك هنا السايز بتاع الفرشة بتاعتك، ممكن تختار مثلا حاجة بالشكل دوت. ادي الطيب، تقدر تختار لون تاني، تختار مثلا دوت حاجة عاملة زي البركان كده، تمام. تقدر تيجي سايد دروك، تقدر تختار تعدل فيه زي ما انت عايز، بس هي مش ظاهرة هنا. طيب الاوبن ستريت ماب دي الخريطة اوبن سورس ومجانية، وان شاء الله يعني هتلاقي اوبن ستريت ماب خاصه بمصر قريب، والوطن العربي كله باذن الله قريب. هو بتصل بتحدد المكان بتاعك، فبيغير لك الاعدادات حسب المكان اللي انت مختاره. طيب دلوقتي لو احنا رحنا لللاندسكيب جريس، فنقدر نفعل الموضوع الحشائش، نقدر نضيف اكتر من حاجه، تمام. هقول له اديت تايب، وابدا اختار مثلا دوت اهو.
فتقدر تقول له انا هو يبدأ يرش لك ديت، تقدر تغير في السايز والراندوم سايز. خلينا نعمل زوم كده هنا، هتلاقي اهمت تمام. تقدر تقول له زود لي السبريد السايز بتاعهم، زوده الراندوم سايز يبقى حاجه شويه، واحده كبيره واحده صغيره وهكذا تمام. طيب ممكن نقول له برضو احنا عايزين من النوع دوت، وبرضو هنبدأ نغير في المقاسات بتاعته. طيب عايزين شوية صخور كده، او خلينا نشوف اعتقد ده على الشغراب تمام. هيبدأ يرشه بالشكل دوت، فتقدر تختار وتغير في المكان اللي حواليك اهو. ده الجراس سايز بنغيره، الارتفاع بتاعه، الودنس اهو. ده مش حاجة 2D، ده حاجة 3D. يعني لو نزلنا بالكاميرا كده في وسطيه كأن احنا مثلا ايه، اسد منتظر الفريسة بتاعته تيجي في الغابة عشان ينقض عليها وياكلها. خلينا نقلل الارتفاع بتاع الجريس ايز. دي هتلاقي هنا بدأ يعمل لك اماكن تبقى عالية واماكن تبقى واطية. وهكذا.